كنتي الناس في البحر وانا خارج. وكيف ما شفتوا معايا اليوم غنشارك معكم واحد سلاد خوي اللي زوينه الناس. كيف ما شفتوا معايا تقدروا ديروا الفواكه اللي بغيتوا، يعني اللي بغيتوا اللي عندكم، تفاح، خوخ، بعويده، اللي عندكم. ولكن انا كنفضل نديرها بالبنان وبالفريز اللي كتجي رائعه البنات، كتجي زوينه عزيزه عليا في الحقيقه. فالرمضان هذا هنا كيف ما شفتوا معايا هذه هي السوبيره، فاش غادي نحطها كيف ما شفتوا غادي ناخذ هذاك البنان والفريز وغنقطعهم طريفات صغيورين. كيف ما شفتوا معايا عندي عصير اللي انا خديتو ديال الليمون جاهز، تقدروا تعصروه، انا كندير فيها غير جاهز. هانتوما كيف ما شفتوا معايا الفريز راه انا غسلته كيف ما شفتوا معايا، كنحيد له هذيك هكا كيف ما شفتوا وكنديرهم بحال هكا، يعني على هذا الشكل. هذا كتعجبني البنات هاد السلطه، كتعجبني الصراحه، كتجيني زوينه، كنديرها هكا. وكي قلت لكم تقدروا ديروا الفواكه اللي عندكم اللي بغيتوا كيف ما شفتوا معايا. الفريز هنا انا غنقول لكم شحال درت ديال الفريز ديك الساعه، نحكي هذيك ديالتها غادي نشوف شحال درت. هنا نص كيلو ديال الفريز، نص كيلو ديال الفريز يعني 500 غرام ديال الفريز. وهنا كيف ما شفتوا معايا عندي 5 البنانات، وكيبقى الديسير على حساب داكشي اللي عندكم نتوما، على حساب الكميه اللي بغيتو تصايبوا. كيف ما شفتوا معايا صافي نتوما على هذا الشكل هذا، كنحيد هذيك اللعبه ديالها التحت، هذا كبيره كيف ما شفتوا معايا، وكنقطعها بحال هكا. ودوك الطريفات كبار كنحاول باش نقادهم كيف ما شفتوا معايا. نحيد من هاد الوريقة نتوما، غادي نسهل هاد الشي اللي بقى عندي، عندي هاد الكمية اللي قليلة باش ندير كامل هادي. صافي كيف ما شفتوا معايا بقات معايا عندي هي هادي، حتى هي غنقطعها نتوما كيف ما شفتوا. وهنا عندي البنان طبعا كلشي مغسول، تندير ليه بحال هكا على هاد الشكل. Thank you.
بقات لي هادي. ماشي ضروري ديروا هاد الكميه هادي، في الحق انا هادي اللي درت كتجيني نيشان 6 ديال الزليفات. انتما تقدروا ديروا قل صافي. دابا غادي ندير ليها سنيده، جوج معالق ديال سنيده. سنيده كتبقى على حسب الذوق البنات، ويلا كان الليمون عندكم حلو ما ديروش السنيده، كيف ما شفتوا معايا كديروا غير على حسب الذوق. انا راه عندي هاد العصير هذا، غادي نزيدو دابا كيف ما شفتوا معايا. السنيده كتبقى على حسب الذوق البنات، ماشي ضروري تكثروا السنيده. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما شفتوا معايا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم. شكرا لكم كاملين، كنبغيكم كاملين، وان شاء الله باقي جديد. كيف ما شفتوا معايا.